بشكل جديد، تروح مكان مختلف، تشتغل مع ناس بروفيشنال وفاهمين شغلهم بشكل كويس جدا، دي دايما بتبقى اصعب نقطه. النهارده احنا عندنا مشروع ميجا الحقيقه كوان ايكونيك تاور، هو تاور 25 دور موجود في منطقه السي بي جي في العاصمه الاداريه، والحقيقه هو المكان بتميزه هو يعتبر فرصه كبيره جدا للاستثمار. كان قدامنا كذا اوبشن ان احنا نعمل بروجكت في العاصمه الاداريه، ولكن اخترنا المكان ده بالذات لان منطقه السي بي جي هي منطقه واعده جدا للاستثمار. اختيار الموقع بتاع البروجكت بتاعنا هو موقع فريد جدا، بحيث ان احنا الحقيقه يعني مش هتلاقي بروجكت زيه لا في اللوكيشن ولا في النسب البنائيه اللي موجوده فيه، الفيو الرائع على الايكونيك تاور وعلى الجرين ريفر. فالحقيقه ان النهارده بنطرح المشروع واثقين في وعي الساده شركاء النجاح البروكرز ان هم هيقدروا قيمه البروجكت، وواثقين في العملاء ان شاء الله ان هو المتاح في المشروع هيلبي احتياجاتهم بشكل كبير. احنا بنتكلم ان احنا النهارده في مولات كتير جدا موجوده في العاصمه الاداريه في داون تاون او مناطق مختلفه، اعتقد ان مش هيبقى جزء كبير من المشاريع ديت هيقدر ان هو يكمل ويشتغل. الفكره ان انت تعملي بروجكت ناجح، مش بس ان انت تقدري تسوقيه او تبيعيه، ومش بس ان انت تقدري تنفذيه بكواليتي عاليه، لا، اهم حاجه ان احنا نقدر نشغل البروجكت ده. فده كان سبب اختياراتنا للمثلث اللي احنا بنتكلم فيه، ابتداء من مرحله الديزاين، مرحله الاشراف، مرحله التشغيل. بعد كده اعتقد ان احنا الحمد لله عملنا كوليكشن كويس، نقدر نطلع بروجكت بالحجم والمستوى اللي احنا متطلعين ليه. الحقيقه العاصمه الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه هي اهم مركز للاستثمار في مصر. مشاريع قوميه كبيره جدا، هي مشروع الرئيس، هي مشروع البلد، هي الاتجاه القومي اللي موجود النهارده. اكبر مشاريع موجوده في مصر موجوده في العاصمه الاداريه، واكبر حجم استثمار الفتره اللي جايه هيبقى موجود في العاصمه الاداريه الجديده. احنا اخترنا بشكل جيد جدا، اخترنا مكان او موقع في اهم مكان قدام منطقه الايكونيك تاور، اخترنا موقع مميز جدا في فيو قدامه واسع، اخترنا اعلى مكان يحقق ربحيه للمستثمرين اللي داخلين معانا. النهاردة بقى في فرصة جديدة في مصر في الاستثمار في الأبراج الشاهقة الارتفاع أو ناطحة السحاب، فالفرصة دي فرصة كبيرة جدا للمستثمرين. دي حاجة ما تبنتش في مصر من أكتر من 20 سنة، معتمدين على كل العبقرة أو كل الميجز اللي في الماركت علشان يشتغلوا معانا في المشروع ده، فدي حاجة بتميزنا عن المشاريع اللي حوالينا. لما جينا نفكر نطرح تاني مشروعاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة، كان لازم يكون خطوة أكبر بكتير من الخطوة الأولانية في مكان مختلف تماماً، وهي منطقة الأعمال المركزية. منطقة الأعمال المركزية دلوقتي هي منطقة جديدة في العاصمة، لسه شركة العاصمة تقريباً طرحها من حوالي 3 شهور. هي منطقة مميزة جداً، هيبقى فيها البورصة المصرية، البنك المركزي، طبعاً هيبقى فيها مكان طباعة الفلوس وأكبر مكان موجود لطباعة الفلوس في مصر. أنا بتكلم برضو أن أنا قدامي على طول محطة المونوريل، أنا على الجرين ريفر ومحور بن زايد الشمالي، وطبعا بإطلالة مباشرة على البرج الأيقوني. احنا والله خطة الأسعار اللي نازلين بها، يعني احنا نازلين بأسعار تنافسية فعلا. أنا النهاردة بادئ بأسعار بتبدأ بالنسبة للأدمن من 28 ل 38 سعر المتر، بالنسبة للكوميرشال احنا بنتكلم من 65 ل 165 ألف سعر المتر، بالنسبة للكلينيك يعني بنتكلم في رينج من 32 ل 42 لسعر المترو، وده سعر تنافسي جدا. ومش كده بس، احنا كمان عاملين ديسكاونت 20% في خلال فترة اللونش للمشروع، فان شاء الله يعني هو سعر ممتاز جدا، وهو فرصة ذهبية لكل عميل بيحب يستثمر. بالنسبة للمنطقة هو السعر مناسب جدا جدا. المشروع عندي مساحته هي الأرض 4093 متر، احنا بنبني على 60% الكوميرشال، في 2 بوديوم موجودة للتاور بتاعي، والبيلدينج بنبقى من النص، بيطلع معايا فوق الأدمن والكلينيك على 25%. كوان ايكونيك تاور مشروع مميز جدا في منطقة مميزة جدا، وهي منطقة الأعمال المركزية. منطقة الأعمال المركزية بتتميز بأكتر من حاجة غير تعدد الأنشطة وتعدد نقاط جذب الاستثمارات فيها. المنطقة متخطط لها أن هي تكون مركز إدارة الأعمال في الشرق الأوسط خلال يمكن 4 سنين الجايين أو 5 سنين الجايين. موجود فيها البرج الأيقوني، أكبر وأعلى برج في قارة أفريقيا، بارتفاع تقريبا 400 متر.
علشان كده وحواليه مجموعة من الأبراج والمناطق الاستثمارية المميزة جدا، علشان كده المنطقة مخطط لها إن هي تكون مركز إدارة الأعمال في الفترة الجاية، مش بس في مصر ولا في أفريقيا لكن في الشرق الأوسط كله. مشروع كوان ايكونيك تاور هو تاني مشروعاتنا في العاصمة الإدارية، تاني خطواتنا اللي احنا أخدناها، وفي الحقيقة ده بعد ما فكرنا كويس جدا احنا خطوتنا الجاية ممكن تكون فين، ولقينا ان اهم واميز موقع ممكن نبدأ منه هو منطقة الأعمال المركزية. المنطقة بالفعل فيها حجم إنشاءات رهيب، شغل متواصل ليل ونهار، الحكومة وتعليمات واضحة من السيد الرئيس السيسي إن منطقة الأعمال المركزية بالفعل تكون قاطرة الاستثمار وجذب الأعمال في المنطقة دي. فعشان كده إحنا إن شاء الله بنتوقع إن المشروع وكل المنطقة تكون على قدر كبير جدا من التميز. احنا البداية كانت من فكرة التخطيط، طبعا استعنا بمكتب من كبار مكاتب الاستشارية في التخطيط المعماري، مكتب مهندس ياسر البلتاجي، الاشراف على التنفيذ مكتب مهندس حسين صبور اللي بيتولى حجم كبير جدا من الاعمال في العاصمة الادارية الجديدة، شركة محترمة جدا للتشغيل والادارة، علشان خاطر نبقى بنبدأ وكل العناصر بتاعة المشروع متواصلة ومتكاملة. بنبدأ النهاردة المؤتمر الإعلامي للإعلان عن المشروع، ثم بعد ذلك هيبقى في عدد من الحملات التسويقية وعديد من المميزات اللي بتطرح لأول مرة في منطقة الأعمال المركزية في مشروع استثماري متعدد الاستخدامات تجاري وإداري وطبي. هو طبعا شايف البرج الأيقوني وقدامه المنطقة اللي فيها المونوريل والحاجات دي، وفيها باركينج قدامها كبير، فهتبقى النقطة دي عليها حركة كبيرة جدا من الناس في العاصمة الإدارية. تمام، مشروع شركة كونتاكت أول حاجة بتميزه موقعه، موقع مميز جدا على أول السي بي دي، بيبص على البرج الأيقوني، قدامه المنطقة اللي هتبقى فيها محطة المونوريل ومنطقة باركينج كبيرة جدا، بحيث إن اللي جاي للعاصمة الإدارية بيركن عربيته في المكان ده ويبتدي يتحرك في العاصمة، فالترافيك على المكان هيبقى كبير جدا، فبالتالي لازم التصميم يكون مميز بحيث ان يبقى المبنى نفسه علامة مميزة للمنطقة. يعني ازاي المبنى يبقى يتوصف بيه المكان، زي ما نقول مثلا روح مثلا ميدان التحرير عند المجمع فالناس كلها عارفة، فإزاي المشروع بتاعنا يبقى مميز في نفس الوقت. وهو مميز لازم يكون برضو يعني تصميم هواش قديم، تصميم يكون جديد، بس في نفس الوقت إزاي التصميم ده بيكونش بيقدم، يعني يكون تصميم محترم قابل للتنفيذ، ما يبقاش فيه أي مشاكل تقابل الناس قدام، لأن طبعا من مشاكل التصميم دايما إن ممكن الواحد يعمل تصميمات في الأول لما تيجي تتنفذ بعد كده يحصل فيها مشاكل، وممكن يكون يحصل فيها مشاكل بعد 10 سنين، فازاي الواحد يراعي ده كله من بدري. العاصمة طبعا لما ابتدى الشغل فيها كانت يمكن قبلها السوق كان هادي شوية، كان كم الشغل اللي في التصميم اللي موجود في مصر في الوقت اللي قبل العاصمة على طول كان يعني مش قليل، هو كان كويس، بس طبعا العاصمة عملت طفرة كبيرة جدا. يعني انا هديكي مثال، مثلا احنا بنشتغل في القاهره الجديده من سنه 95 لغايه دلوقتي ولسه ما خلصتش، فالعاصمه يعني مساحتها اضعاف القاهره الجديده بكتير، فمتاح فيها كم مهول من الشغل، يمكن فيها شغل لتصميمات ل 30 سنه قدام كمان. التطور اللي حصل بقى في التصميم انه الهدف بتاع العاصمه ان هي تبقى مدينه فيها سستينابيليتي ومدينه ذكيه وحاجات زي كده، بيخلي دايما ان التصميمات بتروح في حاجات كلها جديده فيوتشرستك. فكم بقى المشروعات اللي بتحصل هناك في الاتجاه ده كتير جدا، في منها اللي ناضج وفي منها اللي لسه مش ناضج قوي. فتحت فرصه طبعا للشباب الصغير ان هو برضو يشتغل في التصميمات والكلام ده، بس لازم طبعا الواحد يراعي كويس قوي وهو بيشتغل هناك ان نبقى عاملين حاجة فعلا مراعية كل الجوانب المعمارية والجوانب المناخية والجوانب الوظيفية علشان يطلع المشروع ناجح. والله احنا سعداء بالتعاون مع شركة كونتاكت لانها شركة محترمة ولها سابقة خبرة، عاملة مشروع او بدأت في مشروع في العاصمة الادارية بالفعل،
شركة شغالة بشكل احترافي، متعاقدين مع مجموعة من السوريين المحترمين، وإن شاء الله المشروع يطلع على أحسن ما يكون بإذن الله. إحنا للشركة المشرف على التنفيذ، وبالتالي دورنا هيبدأ مع بداية أعمال التنفيذ بعد ما تنتهي أعمال التصميمات اللي بيقوم بها استشاري زميل واستخراج التراخيص وخلافه. بنتوقع أن الإجراءات دي كلها تكون تمت خلال من 6 إلى 8 شهور، ونكون إحنا إن شاء الله في هذا التوقيت بدأنا شغلنا وابتدى مقاولين ينزلوا الموقع وإحنا نشرف عليهم. والله يعني اليوم كان ماشي بشكل جيد، هم الاستشاريين المختلفين اتكلموا، كل واحد اتكلم عن الدور اللي هيؤديه الاستشاري المصمم، وإحنا كاستشاري مشرف على التنفيذ بالإضافة إلى الشركة اللي هتقوم بإدارة المبنى. وطبعا كون المنمي بيتفق مع الشركة اللي هتدير المبنى من بدري، ده معناه ان عندهم الحقيقة وعي كبير جدا، لان دي خطوة مش كل الناس بتعي انها محتاجة تتعمل من بدري كده. ثم بدأ المطور نفسه يتكلم عن المشروع ويشرح المشروع، ثم ردوا على أسئلة الصحفيين، فكان الحقيقة يوم منظم وماشي بشكل جيد وسريع، يعني إجراءاته سريعة ماشي كويس الحمد لله. الحمد لله احنا كنا لينا يعني الشرف ان احنا نتعاون مع شركة كونتاكت في مشروع كوان ايكون تاور، وده ليها ده المشروع التاني ليها في العاصمة الادارية، وبرضو ده المشروع التاني لينا معهم بعد ميركري. ميركري احنا كان لينا دور ككونسلتنج في الفترة الاولانية بتاعته، لكن اللي تعاوننا فيه بتوتال فاسيليتي مانجمنت او بشكل كامل الباقه الكامله من اداره الاستشارات اداره المولات والتشغيل كان مشروع ايكون تاور اللي هو كوان ايكون تاور. المستثمر اللي بيحاول يحط نفسه في الصفوف الاولى في العاصمه الاداريه هو اللي بيبقى عنده ثقافه ان من 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 دي 1 او من اليوم الاول اختيار شركه اداره تنسق معاه آليات وعوامل ومكونات التشغيل في المول وقت الديزاين وقت التصميم، يعني لأن ده بيأثر كتير جدا لو هو مش موجود في الفترة الأولانية من وقت تصميم المول أو طريقة التصميم بتاعته. بدون طريقة التشغيل هيبقى في مشاكل جدا كتيرة جدا بعد التشغيل، وده لو ده اللي بنحاول ان احنا نتلافاه او نأفويد المشكلة دي بوجودنا مع طاقم العمل او فريق العمل اللي موجود زي دكتور ياسر وزي دكتور صبور.